طاهر القر مدير المهرجان الدولي للمسرح الجامعي. تندرج هذه الدورة 17 المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة المغربية وأيضا جامعة عبد الملك السعدي تنفيذا لمخرجات النموذج التنموي الهادف إلى تعزيز الرأس المال البشري وأيضا خلق دينامية وتكوين مجموعة من الأجيال القادرة على ربح رهانات المستقبل وتموقع المملكة المغربية على المستوى الدولي من خلال إتاحة الفرصة لمجموعة من الطلبة والطالبات للتثاقف وللقاء ولإفشاء ثقافة التآخي والسلام والاحترام المتبادل. وهي دورة تحاول أن تستضيف مجموعة من الدول، مجموعة من الفرق الوطنية والدولية، وأيضا تريد تكريم مجموعة من الوجوه الرائدة خاصة سي حمد العلوي وأيضا سي حميد البوكيلي على مستوى مدينة جهة طنجة طوال الحسيمة. هذه الدورة ستعرف أيضا مجموعة من الندوات، مجموعة من اللقاءات، مجموعة من الورشات الهادفة إلى تطوير العمل الثقافي داخل الفضاءات الجامعية والتي ستمتد من 25 أكتوبر إلى 30 أكتوبر إن شاء الله. السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، السيدة مستشارة السيد الوزير، السيد نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، السيدات والسادة رؤساء المؤسسات الجامعية بجامعة عبد الملك السعدي، السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية بالجامعة. أحمد مغني مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة. نشهد اليوم افتتاح المهرجان الدولي للمسرح الجامعي في نسخته 17، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للجنة المنظمة المشرفة على هذا المهرجان، وكذلك على السيدات والسادة الفنانين الحاضرين معنا اليوم، وكذا الفرق المسرحية التي تمثل بلدانا شقيقة والتي تشاركنا اليوم في هذا الاحتفال الطلابي بالامتياز. وأثني كذلك على رئاسة الجامعة من حيث أنه قامت الرئاسة بدعم هذا النشاط، وهذا النشاط هو يعني امتداد للمهرجانات السابقة واللي كانت النواة الأولى ديالها في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والطلبة والطالبات ديال المدرسة هما اللي شكلوا بطبيعة الحال البادرة الأولى، وهم الآن واليوم حاضرون ويمثلون طلبة الجامعة وطلبة طلبة المغرب بصفة عامة. نتمنى لهذا المهرجان النجاح والتوفيق، و بالتوفيق ديالو ان شاء الله كنتمناو انه يكون تنزيل الامثال للرؤيه الملكيه اللي كما جات في توجيهات صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله لرعايه الفن ولرعايه الفنانين والابداع بصفه عامه. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب باش توصلوا بكل جديد ميد نيوز.